المخرج وائل إحسان الحقيقة عمل أفلام لطيفة جدا مع عادل إمام، بوبوس وأستاذ رئيس ورئيس قسم. قسم. معانا على التليفون المخرج الكبير والصديق العزيز وائل إحسان. يا مساء الفل، وحشني جدا يا وائل. ربنا يخليك والله العظيم، انا مبسوط جدا مبدئيا ان انا بكلمك لان انت وحشاني جدا، وانت استاذه جميله ربنا بجد والله. يخليك. والله يا فاكر حبيبي ربنا أول يخليك. برنامج عملته يا وائل؟ أنت كنت المخرج. كنت المخرج بتاعه برضه. والله وحشني يعني، جدا، وما وحشني انتش جدا. يوم ما جيت دبي واكرمتينا بكل كرم والله بجد، انت كريمه وانسانه وكل حاجه بجد والله، ربنا يخليك يا وائل، وحشني. ربنا يخليك. والنهارده واحنا يعني بنحتفي ب 60 عام من اول ظهور لافت لعادل امام، وبنحتفي بكتاب مهم لعادل امام عامله اشرف شرف دوله عادل امام، يعني كان لازم اتوقف عند وائل احسان لانك انت اخرجت له يعني عملين مهمين، بوبوس واستاذ ورئيس قسم. كيف كان عادل امام وانت بتوجهه؟ انطباعك ايه عنه؟ بص، هو يعني عادل امام بادئ ذي بدء يعني رضيده او لم نرضى، يعني هو الاستاذ وهو الفنان وهو العبقري وهو كل شيء، ده رقم واحد. رقم وهو وهو استاذ ورئيس يعتبر قسم برضه. طبعا استاذ ورئيس قسم، هو فعلا عادل امام. يعني بص، عادل امام رئيس جمهوريه التمثيل، يعني هو رئيس جمهوريه التمثيل في الوطن العربي كله، واعلى واحد في العالم عمل توقيت على خشبه المسرح. يعني لما حسبوها قالوا ان ليالي المسرح اللي يعني الممثل اللي قضى ليالي على خشبه المسرح، طلع ان عادل امام اعلى ممثل في العالم، مش في مصر او في الوطن العربي. عادل امام يعني حدوته. عادل امام انا كنت بتفرج عليه زي المشاهد، عارفه؟ اول مكالمه بينهم رقص اصلا، يعني رقصت يا وائل؟ طبعا طبعا. بقول له استنى بس، كنت اكيد في الاسماعيليه اما في اكلمك. الاسماعيليه بالظبط. وبعدين قلت له استاذ عادل امام، عادل امام ولا بتتفرج ولا ايه؟ انت عادل امام بجد يا عم؟ قال لي، قلت له طب استنى اما ارقص. قعدت ارقص اللي هو انت عادل امام بجد؟ يعني لا 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 لا، يعني انسان فنان وعبقري وقمه في الاحساس وقمه في الذوق، والادوار اللي بيعملها كل الناس تقول لك اصل هو بسيط، لا هو يعني هو السهل الممتنع بالظبط كده، اللي هو بيمثل بالشعره، مش بيمثل مش بي يعني بلغه التمثيل يعني يقول لك ده بيحف تمثيل، لا هو بيمثل بالشعره. تلاقي الفرق مثلا ما بين انه يعمل الهلفوت وما بين انه يعمل مثلا استاذ ورئيس قسم او انه دكتور في الجامعه مثلا، يعني شعره بسيطه. هو عادل امام، تحس ان هو يعني جواك جوه الشخصيه، وتحس ان هو برضه في حاجه كده، في هاله. اكتر بني ادم في الكون تحس انه عنده كاريزما، تبصي له تحس ببهجه غريبه. فلا لا لا يعني. طب وانت بتوجهه كمخرج كان بيعمل ايه؟ بص طبعا هو بيذاكر كتير قوي قوي، يعني بمعنى ايه؟ ان هو ممكن مثلا نقعد على الترابيزه، بنقعد مثلا اللي هو الفيلم او المسلسل، لا بيقعد على كل كلمه بدقه. يعني ممكن تلاقيه عامل بين قوسين كده واو، وبعدين يجي يقول لي انا هشيل الواو دي. واو يعني ايه؟ فاهم؟ يقول لي مش حاسس ان انا اما اقولها كده احسن. وبعدين ابص لا مثلا وانا قاعد في غرفه المخرج وبتاع وحاجات كده، بص ليه مخبط وداخل، وقال انا عايز احساس في الحته دي، ما اعرفش كذا كذا كذا، عارفه ايه اللي ايه ده ايه ده ايه المذاكره دي كلها؟ يعني عارفه اللي هو فكره انه مش فكره انه مش مستني ان انا اوجه، لا ده هو مذاكر كويس قوي لدرجه انه يعني عارفه اللي هو اقول له ما تيجي نعمل كده يا استاذ في الحته دي وبتاع، فبص لي كده يقول لي ينفع يعني؟ عارفه اللي هو لا 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 لا. هو وبعدين هو بيختار المخرج، فاهمه؟ وبعدين يديله الحياه. اختارك ليه؟ يعني ليه اختار عادل امام وائل احسان؟ بعد اللي بالي بالك، فوجئت انه قال لمحمد سعد الولد ده مخرج كويس قوي. بس فانا ما قاليش محمد الجمله،
بعد مثلا حوالي كام سنه كده طبعا خايف يقول لك الجمله ما شاء الله اعلم. خليك معاه. طب ما تقول لي يا عم فرحني فرحني ان عادل امام علي قال عليا مخرج كويس، بس للاسف ما جاتش ظروف يعني ان هو يقول لي او اي حاجه، لان احنا ما اشتغلناش بعد الفيلم ده فما تقابلناش، فعادي يعني عارفه. لكن ان هو يقول له انه الولد ده مخرج كويس فيقول لي انا بحابب صدقك في الضحك، وبعدين بقول له طب يعني انت اشتغلت او اول مخرج طلع عادل امام بجد قوي يعني او حطه بين قوسين بقى بجد كان فاطين عبد الوهاب. فبقول له يعني يا ريس انا نفسي افهم ايه فاطين عبد الوهاب ده؟ فقال لي في منه حاجه فيك. الله، دي شهاده مهمه. فاتخضيت من الجمله فقلت له بجد يا ريس؟ قال لي لا بس هو كان نضيف شويه وقعد يتهرج يعني عارف اللي هو برضه مقلبها كوميدي، عارف اللي هو قال لا 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 بس هو كان نظيف شويه بيلبس انضف و... ده كان بيلبس بدله بيضة وهو جاي التصوير، انما انت جاي لي كده بجنس وعمال تنط وبتاع، عارف اللي هو يعني قد كده قد كده يعني حاجه عظيمه بجد يعني رجل عظيم وانسان اخر مره عظيم. كلمته امتى؟ او شفته امتى؟ من حوالي كام شهر كده كنت بطمن عليه. طمنا عليه. قلت له كل سنه وانت طيب، قلت له كل سنه طيب يا ريس عشان عيد ميلادك. انا وائل الاحسان قال لي عارفك بقى خلاص مش عايز دوشه هو نهرج وبتاع وما اعرفش ايه لا 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 زي سبحان الله بيضحك بس مش هقدر اقول لك اكتر من كده، اللي هو حتى في اي حاجه في اي جمله تلاقيه بيضحك عادل امام بيضحك زي ما هو فاهمه، فسبحان الله ربنا يديله الصحه والعمر يا رب. والله بجد لانه ده رئيس جمهوريه التمثيل في الوطن العربي كله وهو الفتحة والرمز بتاعنا كلنا كفنانين يعني ده رمز رائع لينا كلنا يعني. اشكرك المخرج الكبير والصديق العزيز وائل احسان، شكرا جزيلا لمداخلتك.